المشكلة عندك عبد الرحمن؟ أخويا الدولة القديمة أخويا من 2003. جبتي من الناس اللي خرجت لي من خرجنا أخويا خرجنا إحنا شي شبعتنا، هذوك الناس مساكين تما ضاعوا فيها. ضعت فيها أنا، إحنا شي ثلاث الناس ضعنا فيها. وني بالحق انا ديالتي انا ضعت فيها ديالتي، بعد ما ندوي على الناس، الناس كل واحد بوحده وما عنده باش يعيش، وانا ما عنديش، عندي عيد وحده، ما عنديش من ديرها، ما عنديش، عندي عيد وحده، انا بغيت الناس مسؤولين يعطوني على الكلمه ديالي. هاد السيده تعدى علي وقال لي تعطيني فلوس. تعطيني فلوس ديالك، قالك تعطيني فلوس نعطيك الكريمه ديالك. انا بغيت نعرف علاش انا ما عندي شيء باش نعطيك. او 5 مليون، عندي 5 مليون، وعندي 5 مليون مشان برك. انبرك قال ما خاصين ديك الكريمه، مشان برك ونخليها ونحطها في البوسطه. نخليها محطوطه في البوسطه ولا نمسها. عن الناس يعاونوني مشي نحط فيها، عطاني 100 درهم مشي نحطها، تنديرها باش ندير عمي حيد باش نعيش انا ووليداتي. صباح الرحمن دابا انت فين عايش؟ مزواج شنو هو فين؟ المرا ديالي عايشه بوحدها وانا عايش بوحدي، انا عايش عاد مرت خويا. هي؟ مرت خويا في سميت الطريق في الشارع ديال النيل. هي؟ عايشه مع اختي. بالنسبة للمال؟ مرة تمشي عند اختي، مرة ما مشيش. بالنسبة للزوجة ديالك؟ الزوجة ديالي تنشوف مرة في السيمانة. شنو السبب؟ مرة في السيمانة، ما عندي باش نسكن، ما عندي باش نسكن. والدي شو؟ عندي بنية. بنية؟ مربية. عمر؟ والبنية الأخرى بنتي. وأمي هاد السيدة دار لي حقي، علاش؟ بالنسبة لعبد الرحمن دابا أنت كيفاش نادت حالك؟ حاج كيوش علاش؟ شكون اللي كيصرف عليك؟ شكون اللي كيصرف عليك؟ وانا خويا انا وليت انا نقص في الهضره، وليت انا بوحدي بغيت نصرف بوحدي. انت مقاتل مع انا مقاتل مع الزمان، الناس يدوروا معايا بديك 100 فرنك، واحد مسكين يعطيني 1000 ريال، واحد يعطيني 600، واحد يعطيني 2000 ريال، واحد يعطيني 100 درهم. الناس كيتعاونوا معاك؟ غادي يتعاونوا معاك، الله يجازيهم بخير. الله يجعل سيدي ربي يحن عليهم. في حالة ورثتي عليها عندك إعاقة على مستوى اليد؟ أي خويا. على مستوى الرجل كما كتشوفوك رجلتي؟ الرجل تاعي تنعرج بها. أنا سيدنا خرج يا كريمة فرحت بها، في الآخر نكدني فيها. ونكدني فيها السيدة هذا الداني. ويابا والنائب ديال مع العاملة والدادي، علاش الدادي؟ الاسم ديالو سي عبد الرحيم. بالنسبة دابا أنت قبل ما تخرج الكريمة كنت عايش سميتو؟ لا مش قول سميتو، قول التشيك. بالنسبة قبل ما تخرج الكريمة قول عاد سميتو بوحد. اسمع سي محمد سميتو. سي محمد ملي كانت غتخرج لك الكريمة أنت كنت فرحان؟ فرحت يا خويا، فرحت بزاف. انا كون يجي عندي يقول لك الكريمه ديالك غنفرحك بك اخويا باش تعيش، غادي نعطيه انا، نعطيه لك اللي هو 5 مليون، نعطيه لي انا، نعطيه انا 7، نعطيه 8، غنفرحو حتى. علاش هو دا لي كريمتي وانا ما خليني تسال بوالو؟ علاش قال لي ما عندي ما ندير لك، قال لي تعطيني الفلوس. بالنسبه لعبد الرحيم غتخرج الكريمه انت في 2030 وانت دابا محن طلع؟ محن يا خويا، تنطلع للعمالات، نمشي للجماعات، تمشينا تنطلع. ما عندي يا خويا، تنطلع نهبط والو، ما عندي لا كيوسك، ما عندي والو، عندي الله سبحانه وتعالى هو اللي عندي. وهاد السيد مالو خويا؟ النداء ديالك المغاربه؟ ما خويا تعالى، انا ربي هو اللي تعاوني، انا ربي اللي معاوني. ما عندي ما ندي، ما عندي ما نجيب، ما عندي والو، ما عندي ما ندخل، ما عندي والو. انا عييت عمي، ما اسمي ندير والو، عييت. ما كاين والحولي ما كانش تشري، باش غنشري؟ العيد كبير ما تنعييش بعد خطار، بعد خطار نعيدها مع خوتي في الدار. نعيد مع مرات خويا تنعيد معاها، بس نعيد في المحل، ما بقاش كيما كنت والو، ما عنديش شي حاجة باش زعما نفتخر بها، ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى. وهاد السيد هذا مسؤول ما بغاش عطيني ديالي، وتمشي العمالة ما تخليكش تدخل، تيحبسك في الباب، هذوك الخازنين تقول لها ما كاينش ما كاين، أو تقول لها الله ما تدخل.
وتنقول عافك تقول والله ما تدخل، تنقول بغيت ندخل عند عمي تقول عمي ما كاينش الله خرج خرج مشي عذابه، وانا ما الصباح وانا تما هو بالك وتقول لي سير الله خرج عذابه، وانا ما الصباح من 8 وانا قدام بالك ما كاين والو. هذيك المقاطعه مقوده معاهم ديال سميتو